هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مساء الخير لوسين فقير عبد العزيز منخرط في جمعية شباب بن قرير لكرة القدم. حنا كنوقفوا هذه الوقفة في إطار واحد التجاهل ديال هاد الناس ديال المكتب المسير اللي ما صيفطوا لنا لا إرسالية ديال الحضور ولا التقرير الأدبي ولا المالي اللي كينص عليه القانون على أساس تتخذوا واحد 15 يوم قبل من انعقاد ديال الجمع العام. لا المادة 10 لا المادة 18 لا المادة 19 من القانون ديال الجمعيات والقانون ديال 09 اللي كيحتم توصل باستدعاء وتوصل بالتقرير الادبي والمالي. الحل في المكتب المسير حنا حاضرين بدنا نعطيهم باش خلصنا الخيارات السنوية ديالنا حنا نوقفوا حتى يخرج لنا الرئيس ولا المسؤول ولا المدير الاداري اللي يخرج. وكان المفوض القضائي اللي غادي يثبت الحاله اثبات حاله. حنا جبنا مفوض قضائي اللي غادي يدير اثبات حاله وغادي نلجؤوا للمساطير القانونيه. السلام عليكم، معكم طيب بالله منخرط فريق شباب بن قرير فرع كره القدم. الاجواء ديال الجامع العام، الاجواء الجامع العام دابا راه باقي خدام، وكل في البدايه ديالو كان واحد بقى واحد شنائن بين بعض المنخرطين ومكتب مسير. على حسب كانوا تمنعوا بعض الاخوان من الدخول لمكان التواجد ديال الجامع العام، وما كانش تجاوب ديال اعضاء المكتب لان حتى واحد فيهم ما خرج باش يعالج الموقف. بعض صعيد الاخوان دخلوا الجامع العام نظرا للاحتجاج ديالهم بزاف الحوايج، بان عدم التوصل ديالهم بعدم استدعاءات الجامع العام كما كان نص القانون ديال الجامعه، وحتى استدعاءات لان الاخبار كان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما كانش عن طريق المراسله كما كان نص القانون ديال الفيدراسيون. الحاجه الثانيه بعد دخول الجامع العام بان التقرير المالي والادبي اللي خاص يتوصلوا به المنخرطين 10 ايام قبل الجامع العام ما توصلوا به حتى تم الولوج القاعة باش تعطي التقرير المالي اللي كيتجاوز اكثر من 500 مليون في يعني في 4 ولا 5 الوراق، يعني شي حاجه اللي ما يمكنش لك تناقش ميزانيه اللي ضخمه فواحد الوقت اللي واجي 3 دقائق ولا 5 دقائق. لهذا بعض الاخوان راه امتنعات عن التصويت لان نورمالمون تقريبا اللي خصني توصل به قبل خصني ندقق في الحسابات ديالو خصني نشوفو خصني هذا. وكان التدخل ديال الاخوان كنت اشرت بعض النقاط، كنا طلبنا كمنخرطين ادراج بعض النقاط في جدول الاعمال. كنا راسلنا المكتب المسير، حنا مشينا في المسطره القانونيه 7 ايام قبل الجامع العام، قبلنا مراسله عن طريق عام قضائي، طلبنا ادراج بعض النقاط في الجامع العام باش ماشي نجيو جاو العام والمكتب يقول لك اسيدي ما طلبتش. طلبنا مشينا للمسطره القانونيه عن طريق عام قضائي، راه عندنا النسخه ديالها. كنتفاجئوا بمكتب المسير ما درجاش في الجامع العام في تحديثها في المنخرطين، وهذا راه ماشي في صالح الفريق لان اللي باش تكون هو بين المنخرطين والمكتب المسير راه هو اللي كيؤدي الصراع وكيؤدي بدايه ديح الفريق راه غادي مزيان لا من الناحيه الرياضيه وكجروب تحت الاشراف المدرب عبد الرحيم السعيدي. حنا هادشي ما كنكروش، ولكن المشكله اللي كانوا ديال المكتب المسير هو عدم التجاوب، عدم التواصل مع المنخرطين، لا مع المنخرطين لا مع الجمهور. حوايج اخرى هو تعطي التقرير المالي في الاجل القانونيه، الميزانيه التوقعيه ديال هذه السنه اللي حنا فيها النص دابا ما مدروجاش في الجامع العام. عبد الرزاق غفار منخرط ديال شباب بن قرير ورئيس السابق ديال الفريق ديال شباب بن قرير. انا جيت مسرور اليوم، جيت للجامع العام مع الاخوان ديال الفريق اللي كانوا اعضاء ومنخرطين، وحنا اليوم جينا عبرنا على الراي ديالنا في الجامع العام، والاخوان راهم اللي كاينين حاليا في المكتب راهم غاديين خطوه غادي يخطيو فيها مزيان. حنا كنتمنوا من هذا الجامع العام والمنخرطين وهذا باش الدار يتفيد وتمشي الفرقه في سكه صحيحه. انا اليوم كنبين بانني انا ما كنشوش على الفريق
وبالعكس كان بغي الفريق ديالي وضحيت فيه واحد 10 15 عام ولا 11 عام وانا في الفريق، وانا كان بغي الفريق ديالي وكان غير على الفريق ديالي، واللي بغي يشوش على الفريق راه ما عندوش غير على مدينة بنقرير وما عندوش غير على الفريق، وحنا كان غيروا على الفريق ديالنا، وحنا ما كان اختلفوش مع الإخوان، بغينا الإخوان يكون علاقة أخوية عائلية رياضية. بسبب مواقع ديال لوسات تي في اللي حضرت معنا اللجنة العام ديال شباب بنقرير، حنا الحمد لله حنا المنخرطين كانوا متانعوا اليوم على دخول القاعة، لأن ما توصلناش بالتقرير المالي الأدبي في الوقت المحدد، ما توصلناش باستدعاءات اللي خاصة توصلوا بها، كان توصلوا غير عبر الموقع، والموقع راه ماشي وسيلة ديال التواصل باش غادي توصل منخرط يتوصل عبر الموقع، راه ما صحيحاش. منخرط كيتراسل عن البريد المضمون وكيتواصل بالتقرير المالي والأدبي معاه باش يحضر، وحنا ما توصلنا بتا حاجة. دابا كان متانع وما غاديش ندخلوا للقاعة، والتجديد ديالنا ديال الخيرات ها هو جددناه، ها هو كنتظروا من المدير الاداري او الرئيس يخرج باش يشدوا من عندنا حتى واحد مازال ما جاش، لانه وصلنا لانه حتى يبقى نهار الجمعه العام وعندنا الحق نجددوا. دابا الحمد لله لانه اصلا حنا راه غير غامرنا جددنا، اما راه ما عندنا حتى شي محضر ولا شي حاجه اللي كيضبط لينا بانه كاين هذا الجمعه العام، راه ما عندنا حتى شي وسيله ديال الارسال، ما عندناش عدد من اللي ما توصلوش. عدد منخرط كاينين بعض الاخوان ثلاث تقريبا، حتى واحد كلشي حتى واحد ما توصل، حتى واحد منخرطين كاملين حتى واحد ما توصل، حتى واحد ما توصل، حتى شي واحد ما توصل. والحل دابا هما الحل عند المكتب، يا اما ياجل هادشي يا اما راه غادي نلتجئوا للمساطر القانونيه، الا دوزوا الجمعه ديالنا راه غادي حنا غادي نلتجئوا للمساطر القانونيه ديالنا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.